بالتأكيد. وحابين نذكر ان الفترة اللي تولى فيها مستر هيديكوتي تدريب النادي الاهلي كان مع الكابتن صالح سليم مدير الكرة بعض الاوقات، والكابتن عزت ابو الروس بعض الاوقات. والحقيقة المجموعة دي مع جيل التلامذة ده توليفة اسفروا عظيمة. عن نتائج كبيرة جدا، ونتائج يمكن مستر هيديكوتي مؤسس نادي السداسية في النادي الاهلي، فكرة السداسيات اللي كانت بتحقق في نتائج ناس الاهلي. هتسمع ارقام تخض. اه بالظبط، النادي الاهلي في موسم اكبر نتائج لها تحت قيادة هيديكوتي 6-0، حصلت طبعا 4 مرات انديه كبيره، لا انديه كتيره، مصنع 36 والمنيا وطنطا والاولمبي، و5-0 حصلت موسم 75 و76 و77، وكمان 5-1 حصلت مع فريقين، و4-0 حصلت مع 4 فرق. لكن كانت اكبر نتائج الاهلي تحت قياده مستر هيديكوتي هي المحله 4-0 ومنتخب السوس والمصري، اشتركوا الثلاثه في 4-0، و4-1 المنصوره والبلاستيك والمصري، و4-2 طبعا مباراه الزمالك الشهيره اللي احنا لسه متكلمين كاس عنها في نهائي كاس مصر 1978. نتائج كبيره حققها النادي الاهلي تحت قياده مستر هيديكوتي باهداف وفيره. طبعا. ولسان حال مستر هيديكوتي لا مش كده وبس، تعالى بقى في الاهم، هنتكلم على مباريات الزمالك ومباريات القمه. هنلاقي 11 مباراه خدها مستر هيديكوتي، حقق فيها 5 فوز و6 تعادل وما حققش اي هزيمه. مستر هيديكوتي من احد الناس اللي رسخت فكرة التفوق للنادي الأهلي، كان جاي بعد مواسم صعبة ما كانش حد يقدر يكسر أو يغير القاعدة أو يثبت فكرة التفوق للنادي الأهلي بالشكل ده غير شخصية استثنائية زي مستر هيديكوتي. 11 مباراة مفيش هزيمة لمستر هيديكوتي. مستر هيديكوتي قدم نفسه بشكل مختلف مع النادي الأهلي. الواحد بيبقى سعيد جدا لما يتكلم عن عقليات فزة وناس لازم نقف عندها كتير جدا في تاريخ النادي الاهلي زي مستر هيديكوتي. بالتاكيد، واعتقد يعني كان يستحق القاء الضوء عليه عشان نوضح نقط مهمه جدا، وعشان كمان ثقافه الجماهير في التعامل مع المديرين الفنيين. مستر هيديكوتي ما قدرش يحقق افريقيا، لكن قدر يصنع جيل من النادي الاهلي اجتاح افريقيا في الثمانينات. النقطه الاهم ان مستر هيديكوتي لقى ترحيب شديد جدا وتكريم لما رئيس الوزراء المجري وصل مصر في 2011، وبالفعل في اتحاد الكره المصري، وكان وقتها وزير الرياضه كان الكابتن حسن صقر، واتعمل احتفال او لذكرى رحيل هيديكوتي وبوشكاش، لان بوشكاش كان مدرب النادي المصري برضه في الثمانينات وكان صانع من المصري فريق عظيم. حقيقي. المصادفه الغريبه ان زي ما بدا كابتن صالح سليم بهيديكوتي بفريق التلامذه، انتهى عمر كابتن صالح سليم مع هيديكوتي في عام 2002، وكان الارتباط كان مرتبط بالنادي الاهلي في الحياه وكمان في الرحيل.